مرضى إقليم تجراي المنسيون عن العالم الذين يحاولون أن يصمدوا في وجه الموت ويقاوموا رويدا رويدا، ولكن على يقين آخر الموت يزحف على أسرة في المستشفى وذلك يقتل الأمل. وشعلت أبناء تجراي للنجاة بحياتهم، فالكثير منهم فقدوا الأمل بسبب نقص في الأدوية. الشعب يعاني من مشاكل مختلف، ومنهم مرضى الذين يعانون من فشل كلوي، وأيضا العلاج متوفر فقط في مدينة مقلة. نلقي أنظرنا على مستشفى عايدر، حيث المرضى ملقيين على الفراش يصارعون كل يوم جراء انقطاع الخدمات الطبية. المرضى الذين أصيبوا بمرض فشل الكلوي هم من بين العديد من المرضى الذين كانوا يقومون بقسل الكلى بانتظام في الأسبوع مرتان، ولكن بعد دخول العدوان الوحشية إلى تجراي يتألمون ويعانون من نقص في الأدوية وعلاجات اللازمة والمواد الطبية. وإن لم يتلقوا العلاجات الكافية المرضى يواجهون خطر الموت، فالمرض يسبب صعوبة في التنفس وغثيان وقيرها الكثير، وبسبب الحرب والحصار الشامل الكثير من الشعب لم يكن قادرا لتلقي العلاجات بسبب نقص في الوقود وعدم توفر المواصلات. وبسبب الحرب هناك العديد من لم يستطيعوا الاستمرار في تلقي علاجاتهم، ولهذا السبب فقدوا حياتهم.